فيديو النهارده عن فكره مشروع، والمميز في فيديو النهارده ان المهندس اللي هيبيع لك الماكينات هيساعدك بشكل كبير جدا في حته التسويق. هيساعدك ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهارده، تابع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه رضا حاتم. فيديو النهارده عن فكره مشروع مربح، والمميز في فيديو النهارده ان المهندس اللي هيبيع لك الماكينات او هيصنع خط الانتاج هيساعدك بشكل كبير جدا في حته التسويق، وده اهم شيء في المشروع. مشروع النهارده عن تصنيع منتج، المنتج ده تقدر تسوقه على محلات الادوات المنزليه وكمان على تجار جمله الادوات المنزليه، وتقدر تسوق له على محلات المنظفات والورقيات، وكمان تقدر تسوق له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان تقدر تسوق له اللي انت تصدر المنتج بتاعك للدول العربيه حسب الدوله اللي موجود فيها. مشروع النهارده عن تصنيع ايه؟ مشروع تصنيع يد المكنسه الخشب او يد او عصايه المقشه الخشب. مشروع تصنيع يد المكنسه الخشب من المشاريع المربحه جدا اللي انت تقدر تكسب فيه المتر الواحد بدايه من 1500 الى 2000 جنيه حسب نوع الخشب اللي انت شغال فيه، وكمان النشاره الناتجه عن تصنيع عصا المكنسه او عصا المقشه اللي النشاره دي بتبيعها من 600 الى 700 جنيه. هنشرح النهارده كل التفاصيل الخاصه بالمشروع من الالف للياء، ازاي تقدر تصنع عصايه المكنسه وايه هي مراحل التصنيع، وكمان المعدات المطلوبه عشان تبدا تشتغل في المشروع ده، واهم حاجه حته التسويق. اول حاجه فكره المشروع، وفكره المشروع ان حضرتك بتجيب الماده الخام، والماده الخام بتكون الخشب، والخشب ده في منه الخشب السويدي وخشب الشجر. بعد كده بتشتري خط الانتاج، وخط الانتاج مكون من 3 ماكينات. خط انتاج عصاية المكنسه او عصاية المقشه كان مكون من 5 ماكينات، ولكن المهندس عشان يساعد الشباب بحيث ان اي حد يبدا يشتغل في المشروع وكمان يرخص فيه ثمن الخط شويه، فغير خط الانتاج بدل ما يكون 5 ماكينات خلاه 3 ماكينات، وبيأدوا نفس الوظيفه وكمان بيطلعوا نفس الانتاج ولكن بسعر قليل. بعد كده بعد ما بتجيب خط الانتاج بتبدا تغلفه، وهنشرح دلوقتي يعني ايه التغليف. في خط انتاج في عصاية المكنسه بتتباع بالتغليف، وفي بدون تغليف. هشرح لك النقطه دي دلوقتي. المهندس هيساعدك ازاي في حته التسويق؟ المهندس هيعرفك على التجار واماكن بيع الانتاج اللي انت هتبدا تصنعه ان شاء الله، وهيساعدك بشكل كبير جدا في حته التسويق. بعد كده مكونات خط انتاج تصنيع يد المكنسه او تصنيع عصا المقشه. خط الانتاج مكون من 3 ماكينات، زي ما انا قلت لك ان الخط الانتاج كان مكون من 5 ماكينات، ولكن المهندس اختصر خط الانتاج في 3 ماكينات وقلل من السعر بحيث ان اي شاب يقدر يشتغل في المشروع ده. اول ماكينه اللي هي ماكينه البرايه، الخشب السويدي اللي هو الخشب الابيض السويدي لما بيجي لك بيكون بسماكه 2.5 بوصه. بعد كده بتدخله في ماكينه البرايه، ماكينه البرايه بتبدا تحول لك الخشب اللي هو بسماكه 2.5 بوصه لعصيان اللي هي عصا يد المكنسه او عصا يد المقشه زي ما انت شايف. طب ماكينه البرايه ديت فيها مواتير كام حصان؟ ماكينه البرايه فيها 2 مطور، مطور 5.5 حصان ومطور 2 حصان. بعد كده عصايه المكنسه او عصايه المقشه بعد ما بتطلع من ماكينه البرايه بتكون على شكل عصيان، بتدخل على الماكينه الثانيه، والماكينه الثانيه اسمها ماكينه الصنفره والكيرف. يعني ايه؟ عصا المكنسه او عصا المقشه لما بتطلع من الماكينه الاولى بتكون خشنه، بتدخل على ماكينه الصنفره، ماكينه الصنفره بتبدا تنعم لك اللي هو عصا المكنسه. طيب ماكينه الكيرف دي اللي هي ايه؟ الكيرف ديت اللي هي بتعمل نص دايره، زي ما انا قلت لك ان في عصيان او في يد المكنسه بتتباع بتغليف، وفي يد بتتباع بدون تغليف. اليد اللي بتتباع بدون تغليف بتكون على شكل نص دايره من فوق، تمام؟ طب اليد اللي بتتباع بتغليف طبعا بتبقى ليها قطعه بلاستيك بتتركب على يد المكنسه من فوق. يعني لو حضرتك هتبيع، لو حضرتك هتبيع يد المكنسه بدون تغليف هتعمل الكيرف، طب لو هتبيعها بتغليف مش هتعمل الكيرف اللي هو النص دايره، الشكل النص دائري اللي بيبقى موجود في اخر عصا المكنسه.
تمام. يبقى تاني ماكينه اللي هي ماكينه الصنفره والكيرف. الماكينه دي بتصنفر وفي نفس الوقت بتعمل نص الدايره اللي موجوده في اخر العصايه. والمواتير الخاصه بماكينه الصنفره والكيرف موتور 3 حصان وموتور 2 حصان. بعد كده بتدخل على الماكينه الثالثه الا وهي ماكينه عمل الالاووز. الماكينه اللي بتعمل السن الالاووز اللي بيكون موجود في اول العصايه عشان يبدا يركب في المقشه نفسها او المكنسه نفسها. وماكينه الالاووز بيكون ليها 2 موتور، موتور 3 حصان وموتور 1.5 حصان. بعد كده التغليف، والتغليف ده بيكون حسب التاجر اللي هياخد منك المنتج. يعني حضرتك لو التاجر طلب منك عصايه بالتغليف ما بتعملش الكيرف اللي هو النص دايره اللي فوق، عشان حضرتك بتركب قطعه بلاستيك اللي هي زي اللي انتم شايفينها قدامكم على الشاشه. طب لو حضرتك هتعمل لو حضرتك هتبيع بدون تغليف بتعمل الكيرف اللي هو الشكل النص دائري. بعد كده طب التغليف ده بيتعمل ازاي؟ التغليف ده له طريقتين. الطريقه الاولانيه اللي هي اليدوي، واليدوي دي بتكون عباره عن خامات. الخامات دي اللي هي الشرايط، تمام. حضرتك بتدخل فيها العصايه المكنسه بعد كده بتبدا تسخنها بالهوت، تمام. دي بالنسبه اللي هو التغليف اليدوي، والخامه دي بتتباع بالكيلو. في ماكينه ثانيه خاصه بالتغليف، والماكينه ديت بيبقى سعرها 30,000 جنيه، ولكن معظم الناس اللي موجودين في السوق بيشتغلوا تغليف يدوي. ده بالنسبه لخط الانتاج او مراحل تصنيع يد المكنسه الخشب بالتفصيل. نيجي بعد كده على التجهيزات الاساسيه عشان ابدا اشتغل في المشروع ده. اقل مساحه عشان تبدا تشتغل في المشروع ده 50 متر. بعد كده هتحتاج اللي هو الكهرباء. طب خط الانتاج ده كهربته كام؟ حسب الطلب، يعني في حسب الطلب، يعني ب 220 فولت بتكلفه و 380 فولت بتكلفه، حسب راس المال اللي معاك وحسب الطلب. يعني انت ممكن تشتغل في مكان 220 فولت عادي، تمام؟ ممكن تشتغل بمكان 380 فولت اي 3 فاز، حسب الماديات ورأس المال اللي معاك. بعد كده التراخيص زي السجل التجاري والسجل الضريبي والكلام ده كله عارفينه، ودي من ضمن الاساسيات في اي مشروع. بعد كده اماكن بيع الماكينات واسعار الماكينات. اماكن بيع الماكينات هتلاقي رقم المهندس ياسر موجود في لينك المدونه في اول تعليق، تقدر تتواصل معاه وتستفسر منه عن اي شيء لو حضرتك حابب تشتغل في المشروع ده. وزي ما انا قلت لك هيساعدك بشكل كبير جدا في حته التسويق. طب سعر الماكينه ايه يا استاذ رضا؟ زي ما انا قلت لك ان خط الانتاج اللي انا شرحته اللي هو مكون من 3 ماكينات بيبقى فيه منه 220 فولت وبيبقى فيه منه 380 فولت. خط الانتاج اللي بكهرباء 220 فولت سعره 140,000 جنيه مصري، وخط الانتاج اللي كهرباء 380 فولت اي 3 فاز سعره 130,000 جنيه مصري. ده عشان اخواتنا الخارج، تمام. طبعا اللي عايز يحسب بالدولار بيقسم على سعر الدولار حاليا، تمام. يبقى خط الانتاج 220 فولت ده سعره 140,000 جنيه مصري، وخط الانتاج 380 فولت ده سعره 130,000 جنيه مصري. تقدر تجيبهم منين؟ من المهندس ياسر، هتلاقي رقمه موجود في لينك المدونه في اول تعليق. بعد كده الماده الخام اللي هو الخشب اللي انا هصنع منه عصاية المكنسه او يد المقشه. الماده الخام اللي هو الخشب فيه منه نوعين، خشب السويدي وفي خشب الشجر، تمام. وده بيكون حسب طلب التجار، ولكن الافضل لك اللي هو بيكون خشب السويدي لانه بيبقى فيه ربح كويس جدا، الخشب اللي هو السويدي. معلومه يا جماعه ان الخشب ان عصاية المكنسه نبدا نستوردها من الصين بكميات كبيره جدا، ولكن الخامه نفسها بتاعت الخشب اللي بتيجي من الصين بتكون ضعيفه او رديئه بمعنى اصح، تمام. ولكن حضرتك لما هتصنع المنتج ده بجوده عاليه هتبيعه بشكل كويس جدا ان شاء الله، ومع ذلك ما تكسبش في المشروع كبدايه، لا اكسب بعد كده على بال ما تعمل زبون ان شاء الله. وده الكلام اللي انا بقوله لاي حد بيتصل بيا على التليفون، تمام. ده بالنسبه للماده الخام اللي هو الخشب، والخشب فيه منه نوعين، الخشب السويدي او خشب الشجر. بعد كده العماله المطلوبه، والعماله المطلوبه لخط الانتاج ده 4 عمال، والاربع عمال دول هيطلعوا قدره انتاجيه بدايه من متر ونص في الورديه الواحده. طيب متر الخشب بيطلع ليا كام عصايه؟ متر الخشب السويدي بيطلع لك 1333 عصا يد مكنسه، تمام، او يد المكنسه او عصا المقشه. يعني متر الخشب السويدي بيطلع لك 1333، تمام، ده بالظبط يا جماعه. بعد كده تسويق المشروع، اقدر اسوق فين؟
تقدر تسوق، بخلاف ان المهندس هيساعدك في التسويق تقدر تسوق برضو على محلات بيع الادوات المنزلية، على تجار بيع الادوات المنزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كمان محلات المنظفات والورقيات، وكمان افضل طريقة اللي انت تصدر المنتج للدول العربية حسب الدولة اللي حضرتك موجود فيها، لان المنتج اللي بيجي من الصين بيكون بجودة ضعيفة، سعره رخيص ولكن جودته بتبقى رديئة. النصيحة اللي بقولها في كل فيديو، اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل الناس، اسأل التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب قبل ما تبدأ تشتغل في اي حاجة نهائي. لقيت نفسك هتعرف تشتغل في المشروع وهتعرف تسوق للمنتج بعيد عن المهندس، ابدأ واشتغل فيه. لقيت نفسك مش هتعرف تسوق فيه ولا هتعرف تشتغل فيه، خدها نصيحة من اخوك الصغير وابعد عن المشروع. فيديو النهاردة عجبك كان بها، ما عجبكش ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتلاقي فيها افكار تعجبك. اشوفكم فيديو جديد على قناة رضا حاتم، الى اللقاء.